أهلا بحضراتكم مشاهدين عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فضلا عن عدد من المسؤولين حيث اطلع الرئيس على الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية تطرق الاجتماع أيضا إلى مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبار على مستوى الجمهورية لسيما تطوير الطريق الساحلي بقطاعاته المختلفة وتطوير منظومة الري في واحد سيوة فضلا عن كابلات الجهد العالي للكهرباء العابرة لقناة السويس لتوفير التغذية الكهربائية الخاصة بمشروعات تنمية بالاضافه الى الاحياء السكنيه بالعاصمه الاداريه الجديده. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني، ولواء اركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، ولواء احمد العزازي مدير اداره المشروعات الكبرى بالهيئه الهندسيه، ولواء اشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئه الهندسيه، والعميد عبد العزيز الفقي. مساعد رئيس الهيئه الهندسيه لتصميمات الطرق صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه الموقف الانشائي لمشروعات الهيئه الهندسيه على مستوى الجمهوريه وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على مقترحات استغلال الموارد السياحيه العلاجيه في محافظه جنوب سيناء خاصه في مناطق ايون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتيه براس سدر والطور موجها سيادته بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير في تلك المناطق الفريدة من نوعها وبالشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال بما يساعد على الاستفادة من الثروات التي تذخر بها مصر في هذا الإطار على أكمل وجه كما تم عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية لا سيما تطوير الطريق الساحلي بقطاعاته المختلفه حيث وجه السيد الرئيس بتدقيق كافه التفاصيل في هذا الصدد بما يوفر كافه عوامل الامان لمرتدي الطريق فضلا عن تحقيق السيوله المروريه المطلوبه كما تابع السيد الرئيس مستجدات تطوير هضبه المقطم موجها سيادته بمواصله الجهود القائمه لرفع كفاءه الطرق الداخليه والمحاور والميادين بهضبه المقطم بما في ذلك تطوير شارع تسعه الذي يمثل الشريان التجاري الرئيسي بالمقطم، الاجتماع شهد أيضا استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمسطحات الفضاء غير المستغلة في محيط القاهرة الكبرى، فضلا عن سير العمل في تطوير طريق صلاح سالم، وكذا الموقف التنفيذي لتطوير الحدائق المحيطة بقلعة صلاح الدين، كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية ومنها تطوير منظومة الري في واحد سيوة فضلاً عن كبلات الجهد العالي للكهرباء العابرة لقناة السويس لتوفير التغذية الكهربائية الخاصة بمشروعات تنمية سيناء بالإضافة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة